تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستقبال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. المزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. تحية لك محمود. دائما الاهتمام بالتفاصيل يصل بنا إلى الكم والكيف المستهدف والمنشود. استعدادات كثيرة في شرم الشيخ لاستضافة COP27، ضعنا في أهمها، تفضل. نعم، بعد التحية، بالطبع كما تحدثت استعدادات كبيرة جدا تتم هنا على أرض مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستقبال قمة المناخ COP27. اليوم يعني قمنا بجولة تفقدية رصدنا فيها العديد من النقاط الهامة التي سنتحدث عنها مع حضراتكم في يعني هذه التغطية الحية والمباشرة من مدينة شرم الشيخ. مشروعات عديدة كما تحدثنا سابقا في مختلف المجالات، لكن لعل أهم هذه المشروعات هو المشروع التي نحن نتواجد به الآن، وهو مشروع الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ. كنا قد رصدنا لحضراتكم، ولعلكم ستشاهدون يعني هذا المشهد في الممشى السياحي صباحا، لكن الصورة ليلا تختلف كثيرا، ربما تكون أجمل وأحلى بكثير من الصباح. يعني هذا الممشى السياحي به العديد من الخدمات التي تجعله من أهم المشروعات الموجودة هنا في مدينة شرم الشيخ. أولا، ما يميز هذا الممشى السياحي وأنه من أهم المشروعات أنه يتواجد في طريق السلام. طريق السلام هو من أهم الطرق الموجودة داخل مدينة شرم الشيخ، ويربط المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ ببعضها البعض. أيضا طريق السلام يشهد بالتزامن مع مشروع الممشى السياحي، يشهد العديد من أعمال التطوير الخاصة بالرصف، وأيضا الخاصة بأعمال الإنارة، وأيضا الخاصة بالتجميل. فهذا الطريق يخدم الممشى السياحي بصورة كبيرة جدا. لكن إذا تحدثنا عن الممشى السياحي بشكل خاص، يعني دعونا نرصد لكم المشهد ليلا في الممشى السياحي، كيف يكون وكيف هي الحركة داخل الممشى هنا في مدينة شرم الشيخ. ولعلكم ستلاحظون الفارق ما بين الصورة صباحا والصورة ليلا، لعل الصورة ليلا أجمل بكثير. فهذا الممشى السياحي الذي ترونه به العديد من مقاعد الجلوس الموجودة التي يستطيع الزائر أو الوفود التي ستكون مشاركة في قمة المناخ COP27 أن يتمتعوا بهذا الممشى وهذه المقاعد التي سيتم الجلوس عليها. أيضا الممشى السياحي يحتوي على عدد من البرجولات الخشبية والخرسانية، نتحدث عن 59 برجولة خرسانة وأيضا 83 برجولة خشبية. فهذا الممشى السياحي أيضا على الرغم أنه لم ينتهي من أعماله بالكامل، يعني كلها أيام قليلة وسيتم الانتهاء بشكل كامل من هذا المشروع، لكن الممشى كما تشاهدون الآن يشهد حركة ترويجية كبيرة جدا من السائحين والزائرين لمدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، يستمتعون بقضاء وقت ممتع داخل هذه المدينة، التقاط الصور. فبالتالي رغم أنه لم ينتهي من الأعمال حتى الآن، لكنه يعني الزائرين يستمتعون بقضاء وقت في هذا الممشى. أيضا المميز في هذا الممشى أيضا أنه يحتوي على 82 محلا تجاريا يقدم كل الخدمات التجارية والترفيهية الممكنة للزائرين والوفود المشاركة في قمة المناخ COP27. أيضا هذا المشهد يعني في الممشى السياحي كما ذكرنا في بعض الحدائق المركزية، فيها بعض الأشجار المثمرة، بعض أعمال الإنارة التي بالطبع تضيف لمسة جمالية هامة على هذا المشهد. ومنذ أن تواجدنا منذ صباح هذا اليوم لرصد هذا المشهد، أيضا رأينا نقطة أخرى هامة في غاية الأهمية، وهنا سنتحدث عن شيء هام جدا، وهي المنطقة الترفيهية. المنطقة الترفيهية التي قمنا بالتواجد فيها اليوم، وهي خاصة
بتقديم كل الخدمات الترفيهية الممكنة للزائرين وأيضا الوفود المشاركة. هذه المنطقة الترفيهية تتواجد داخل أيضا الممشى السياحي، لكن ما رصدناه في هذه المنطقة الترفيهية ولابد أن نتحدث عنه هي الإرادة التي رأيناها. إرادة الدولة المصرية دائما في تنفيذ العديد من المشروعات في أسرع وقت. رأينا خلية نحل بمعنى الكلمة تعمل في هذه المنطقة الترفيهية للانتهاء منها في أسرع وقت، لأنها منطقة مهمة ستقدم العديد من الخدمات الترفيهية للزائرين والسائحين. فبالتالي رأينا عدد كبير جدا من العمال، كل يعمل في موقعه وكل يؤدي المهام المطلوبة منه للانتهاء من هذه المنطقة الترفيهية في أسرع وقت لتقدم كل الخدمات بجانب الممشى السياحي الموجود. أيضا على بعد كيلومترات من هذه المنطقة الترفيهية المسرح الروماني، المسرح الروماني التي يتم العمل على تنفيذه الآن لأيضا تقديم خدماته الثقافية والفنية المختلفة. ما يميز أيضا الممشى السياحي أنه يتواجد بالقرب من طريق الملك سلمان، وطريق الملك سلمان هو طريق هام جدا، يتم الآن العمل على أيضا رفع كفاءة هذا الطريق وأيضا تطويره وإنشاء كوبري علوي يربط هذا الطريق بالطريق الدائري، لكن الأهم هو هذا الطريق، طريق السلام، الذي أيضا يشهد مزيد من أعمال التطوير. نعم. إلى جانب هذه الجولة التي رصدناها لحضراتكم اليوم، كان منذ قليل يعني اجتماع لسيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالمجلس التنفيذي بالمحافظة. بالطبع يعني المحافظ يتابع كل يوم المعدلات التنفيذ وصلت إلى أين، فتابع مع المجلس اليوم أعمال التنفيذ الخاصة بالمشروعات، وأعلن أنه يعني كل المشروعات سيتم الانتهاء منها في نهاية هذا الشهر الجاري، وسيتم افتتاح كل هذه المشروعات أيضا نهاية الشهر الجاري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من كل المشروعات، وأن تكون مدينة شرم الشيخ مستعدة ومتأهبة لاستقبال الوفود المشاركة من كل دول العالم. أيضا أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه يتم إنشاء 3 محطات توليد للطاقة الشمسية، وأيضا سيكون هناك إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية ببعض الفنادق الموجودة. وهنا نقطة هامة جدا، لأن الكل يعلم أن مدينة شرم الشيخ تتأهب لأن تكون صديقة للبيئة، وهذا الممشى يعني الجدير بالذكر أن هذا الممشى أيضا يحتوي على مسار للدراجات للتشجيع على استخدامها وقت انعقاد المؤتمر. فمسألة وجود بعض المحطات لشحن السيارات الكهربائية ببعض الفنادق هي نقطة هامة جدا، لأن هذه الفنادق سواء كانت المحيطة بقاعة المؤتمر التي سيكون بها المؤتمر أو حتى بالفنادق الموجود بها الوفود المشاركة أو الزائرين الذين بالطبع سيستخدمون هذه السيارات الكهربائية، فبالتالي مهم جدا أن يكون هناك محطات تخدم هذه السيارات ويتم شحن هذه السيارات. أيضا أعلن المحافظ اليوم أنه سيتم الانتهاء من منظومة التاكسي في 15 أكتوبر المقبل، بحيث تكون المنظومة جاهزة تماما، وأيضا أكد على توفير أكثر من 2000 زي للسائقين عبارة عن بدلة وكاب وحذاء، وأيضا أكد على أنه سيكون هناك تعليمات خاصة بالمواقف وبوسائل المواصلات المختلفة داخل مدينة شرم الشيخ، وسيكون هناك أيضا تعليمات للسائقين. هذه التعليمات سيتم العمل بها وقت انعقاد المؤتمر، وأيضا سيتم الالتزام بها بعد الانتهاء من المؤتمر، حتى تكون وتيرة العمل ونظام العمل الدائم هو الذي سيكون موجود في مدينة شرم الشيخ في الفترة المقبلة، بحيث أن تكون مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة وأيضا بها كل الأنظمة المتبعة وقت المؤتمر وأيضا بعد الانتهاء من المؤتمر. يمكن هذه صورة حية من أحد المشروعات الهامة بمدينة شرم الشيخ، وبالطبع سنتابع معكم في الخدمات الإخبارية القادمة كل المشروعات الموجودة على أرض مدينة شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ COP27. والآن عودة إليكم في الاستوديو. محمود، أنت لفتت إلى كلمة الإرادة وأضيف عليها كلمة الإدارة من خلال الدولة المصرية ومن خلال محافظ جنوب سيناء، والاهتمام بكل التفاصيل الدقيقة للوصول إلى الصورة الكاملة في النهاية. محمود جميل، أشكرك جزيل الشكر على هذا العرض الوفي.